تقليدا للملحمة الوطنية العظيمة ذكرى المسيرة الخضراء الغالية على قلوبنا وعلى قلوب جميع المغاربة، وهي مناسبة لاستحضار السياق التاريخي للأحداث التاريخية العظيمة والملامح الكبرى الزاخرة بدروس تستلزم منا الاعتزاز بها والافتخار بتاريخنا المشرق. تنظم الثانوي الإعدادي الزهراء وتحت شعار حب الوطني يجمعنا فقرات متنوعة، حفل متميز تربوي وطني متضمن لفقرات تخلد هذه الملحمة العظيمة، وهي مناسبة أيضا لوضع هذا الجيل الجديد متعلمين في قلب الحدث التاريخي الهام وتجديد الوعي لديهم وللأجيال المقبلة للتشبث بالروح الوطنية وحب الوطن والتعلق والارتباط بجغرافيته وتاريخه والدفاع عنه ضد أي خطر يتهدده، وهي مناسبة للثانوية الإعدادية الزهراء لتفعيل الحياة المدرسية وتنشيط الأندية التربوية وكذلك للارتقاء بمستوى المؤسسة وترسيخ السلوك المدني ومحاربة السلوكات المشينة والتشبث بالقيم الوطنية والعالمية والكونية في صفوف أطفال وشباب المغرب. كان خلدوا اليوم واحد الاحتفال كبير داخل مؤسسة اللي كيتعلق بالمسيرة الخضراء، ومن اللي كتلاحظوا من خلال الصور كنلاحظوا هنايا تجسيد حقيقي للمسيرة الخضراء، بحكم ان المؤسسه فيها عدد تلاميذ بزاف راه كتبان الحقيقه مفهوم ديال المسيره الخضراء، وهذا في اطار المواكبه السنويه للانشطه اللي كنعملوا طول السنه. بالنسبه للحفد هذا النشاط ديال المسيره الخضراء هي تجسدا للشعب المغربي بمبادئه الوطنيه والثابته. بالنسبه لنا احنا جمعيه الاباء تلبيه لنداء رسالة الملكية صاحب جلالة الملك محمد السادس، وهذا نشاط هو نشاط تاريخي لابد من أن نتذكر مسيرتنا ومسيرة آباؤنا الذي ساهم فيها 3500 نسمة مليون متطوع نسمة متطوع، وكنشكر السيد مدير رئيس مؤسسة على مساهمات الأولى دياله هو للجميع الآباء على النشاط، وكنشكر السادة الأطر التربوية على مساهمة ديالهم لتأطير هذا التلميذات والتلاميذ، وشكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.